موت هذه ترى قران مين قال لي وقفتي جوايا راه الحمد لله ونشكره او ما يقول لك ولكن ما يومين ما خرجت هاي صار الراحه والناس والدواء الدم اللي ضاع شحال تشكل الدم اهو كنت كانوا وزن 87 كيلو ولات فيه 37 كيلو شوف كل تلخت دبس اذا مشاهدين كرام مساء الخير من مدينه الدار البيضاء اعتداء وحشي على شاد جنسي بمنطقه المجديه ازيد من 120 غرزه على مستوى الظهر على الكليه ياك سي جواهر الكليه ياك الكليه مقيوسه على 21 مشكل ما نقدرش نشوف ديك الدريه هاد شويه كان البرد ما بشويه 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 وي صافي صافي خلاص صافي كيفاش بقى لك جواهر كنت غادي انا والدراري موصليني غادي للناصيه في الزنقه ايه هازين مانطتنا هازين معايا الدراري واخد قلت لهم بغينا ناخذ ساندويش خدوا معايا ساندويش طالع قلت لهم الدراري غنمشي دابا للمكناسي دابا ديال الشرطه كيجري علينا يعني بعد الحضاره التجول يعني كاينه حمله قلت لهم ما بقاتش نزل للناس في الجيور البرد وفي لا غريب صافي قالوا يلا حنا نوصلوا جارين معايا الدراري دخلنا على الطريق ديال الكاباري ديال البريزيدون دخلنا عليه كنا غادي طالعين وصلنا لزنقة الحرية وصلنا لزنقة الحرية تلقاو لي واحد بقى هاز علينا هاز كيعاير بالحجر حيت كيطرى ما بديك ديال الميتلي وا وا وا, وا. ما جاوبتوش الدراري ما تجاوبوش ما تعطيهوش فرصة خليه تيجي حنا وسط الشارع غير واحد هذا هو غير واحد ولكن عصابة من وراه كيعيط وا 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 ما جاوبنا قلت لهم خليه تيقرب لينا ومرحبا ما حنا وسط الشانطي هو جاي من هنا على اليمن وهما جايين على اليسار خرجوا لينا دارونا الوسط بداو كيعرفوا الدراري كتمشيو مع هذا كديروا كتضربوا هذا كديروا كتفعلوا بداو الضرب الدراري بداو كيحيدوا لنا الحوايج حيدوا لي انا تليفوني حيدوا الدري تليفونو حروا حيدوا لي صنداله داو دوك الماناط داو كل شيء دابا دا كريساج منين سالا ويعطيني موس نغزني بالموس ودار لي ها دخني مزيان وجبد الموس ودار داك على الدراري صافي تنضرب الموس ضربني لظهري لاسفل الظهر ملي مشيتي للسبيطار شنو قال مشيت للسبيطار بقيت حتى من 12 اونس انا تضربت مع 12 بيله وصلت للسبيطار سولت شحال ساعه قالوا لي 12 اونس يعني جات عندي لامبيلونس داتني مع 12 اونس حتى 12 كنقول لك من 12 اونس حتى 6 الصباح عاد تخيط يعني السبعة قد 8 قد عاد خرجت من السبيطار صافي انا ما كنتش باغي نخرج من السبيطار الدراري كيقول لي قاوم باش تخرج ما عندك فيناش حتى شي واحد ما استقبلني ورغم انني كنعس غير في الزنقه ورغم انني ما عندي حد وعندي غله صافي انا ما بغيت والو من الدنيا انا بغيت هاد خوتنا هاد خوتنا اللي ضربوني انا صراحه السلطات ملي مشيت اليوم تعاونوا معايا وخرجوا باش يبينوا لي الحق ديالي تعرفتي على هاد الناس هادو انا باقي عاقل عليهم واحد بواحد كيسكنوا تماك نيت كيسكنوا غير تماك ما عندهم فين غيمشي كيسكنوا غير تماك واش اول مره كتعرض الاعتداء ولا ديما كتعرض الاعتداء انا كنت اول مره غنسمع الاعتداء انا كنسمع الاعتداء من لفظي يعني ما عمرني ما ضربت ولا شي حاجه اول مره غنحس براسي كنت عدف واش ضربك ذاك ضربني بجنويه 22 واش شتي تضربك من اللور ولا غفلك من اللور انا ما ضربني بيع بالقبضه الراس ايه ضربني القبضه الراس حضرت الراس ويدي لي الدف ان شاء الله صافي شحال وحدهم غنقول لك ازيد من 20 30 بزاف صافي انت تما اه يعني داروا بيا كليكه قول لي الجواب درتي شي تصور بعد ديك الكليه ديالك واش تقاس ولا ما تقاسش درت ليكوغرافي درت سكاني ما مقيوصاش ليا الكلوه مقيوص غير اللحم مجبود اللحم ديال الظهر مجبود كيفاش داروا لها الخياطه خياطه بثلاثه طبقات هي 120 غرزه راه ما خصكش تحرك خويا ما عنديش لا يخدم عليا ما عنديش لا يصرف عليا الا ما خرجت لقيت الدراري لقيت خير غير الدراري كينعسوا غير في الزنقه شري لي الدواء شكون يشري لي بابا ما مسوقش ليا خواتاتي ما مسوقينش ليا ما باغيني حد حيت انا مثلي كيحاولوا يتجنبوك ولا شنو ما فهمتش ما باغينيش يعني عالة على المجتمع عالة على الدار عالة على الأسرة عالة على بزاف د الحوايج واش غدير دابا جوار؟ غنبقى ندور في الزنقة حتى الصباح ويحن ويفتح مشي الناس ونقص في شي قهوة اش غادي ندير؟ هادي ما غادي ندير شنو كطلب من المسؤولين؟ طلب من المسؤولين ياخذوا لي حقي
ويدبروا لي على وكر فين نجلس فيه. راني باغي نتوب ويخدموني، انا ماشي الا عطيتوني بيد الرحمه راه غنتبدل. انا لما عطيتونيش بيد الرحمه راه ما غنتبدلش، حيت انا لحمي اللي ما اللي كنعيش بيه راه صافي، ما عندي فين غن صافي. انا راه شفت العذاب، راه شفت الموت، يعني الله سبحانه وتعالى عاقبني في الدنيا، يعني بارك عليا من العذاب. غير انت تضربتو ولا تضربوا لي معاك واحد غير مسكين اللي تقاس في عيني حفظ الله، وواحد داولي تليفون وحيدوا لي حوايجو. شفت معاك عاقل عليهم ترى حتى الحوايج ما عندي ما نلبس، يعني عند الدريات اللي عاطيني ما نلبس، يعني اللي بغيت يتواصل معاك جواهر حاجه شي شي الرقم ديالك حط النمره ديالك عطيه داك ديك النمره ديال الله يرضيك، من المساعده المعنويه وكذلك القضائيه. شحال النمره ديالك؟ 0711 زيد 17 زيد 61 58 عاود عاود هاد النمره 07 11 17 76 61 58 58 58 غادي ندرجوه هنا في المساعده ان شاء الله. اذا هذا اعتداء على شاد جنسي معروف هنا في منطقه اون فجواهر، اما انا كيبان لي انسان ترونكيل من لا علاقه له ولا ضاربه ولا بتا حاجه، انسان ضحو مسكين، اعتداء وحشي. شحال كانوا هما تقريبا جواهر؟ من 20 حتى 30 واحد ماكسيم، يكونوا جيل 30. سبب النزاع والو، هاد تخربيقات ولا تفاهم؟ انا كنقول لك ما جاوبتوش، يعني كون عطيناه فرصه هو دارنا في كرشو. وين الناس؟ عاود عاود شنو طرات من الاول عاود. دابا حنا طالعين غادي باش غادي موصليني الدراري غير باش نعس في الغابه في الجرده ديال المرضوخ. كنت اصلا في الاول كنعس في ساحه الحمام في الدريجات، البوليس هو اللي ديال امن الدار البيضاء ديال العماله مابقانيش باغيني نعس، ديما كيجيو الشكايات من كازا بي ا كيقول لي الناس كينعسوا تما كيضاربوا كيديروا كيديروا ديك الجريده تماك. اه صافي قال لهم قال كازا بي ا ما يبقاش ينعسوا هذوك تما، صافي بعت وليت كناخذ مانطتي كنبقى ندور ندبر على راسي، كناخذ مانطتي كنطلع نعس في جرده مرضوخ حتى الصباح باش نفيق. كنفيق كنجلس في شي قهوه ولا شي بلاصه نصحصح مزيان مزيان، واش كنصحصح مزيان صافي كنعاود كتبدا الحياه عندي مع ديك 12 جوج كتبدا حياه نفس الروتين يومي هادشي نفس الروتين. حال غادي الدراري موصليني واحد نقص كيعاير كيدير واع 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 وا ما جاوبشوش، ويجبد من لاسه ما جاوبشوش. جاو حنا وسط الشانطي، حنا وسط الشانطي، واحد من هنا على اليمين وواحدين من اليسار جايين مخبين ورا الطونوبيلات. درت كيمشي شويه حتى كنسمع شدو 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 وما يضروا بينا، حيدوا لنا التليفونات، حيدوا لنا الصاك، حيدوا لنا الفلوس، جبد من لاسه ضربني بها الراس، حضرت راسي وي نغزك من الوقت غنغزني بغيتي خشاش جنويه وبقى كيخدخد خدخد مزيان. هادو هربانين تبع محاولة القتل، محاولة انا كتبان لي في الغابوغ محاولة القتل. دابا امتى غترجع عند البوليس؟ غدا مع الصباح ان شاء الله. قال لك رجع عندنا غدا مع الصباح، نجيب سارشا فيك ونرجع. صراحة استقبلوني في احسن استقبال وتعاملوا معايا ووقفوا معايا الله يرحم ليهم الوالدين. وحنا نتمنوا ان الخدمة تكمل وتشدوا هاد العصابة هادي ان شاء الله. يعني ماشي انا اللي ضربت، يعني راه كيضربوا بزاف كيتعداو على بزاف، يعني كيكريسيو غير في الدربين صيف غير اللي ما يعني اللي ما ضربوش راه داو ليه ديالو ان شاء الله. صافي اذا المشاهدين الكرام، كانت هذه حادثه ماساويه من مسمى الجواهر من منطقه انفا، ضرب وجرح خطير او محاوله القتل الاحرى على مستوى الكليه. صافي يعني مؤازره، هو قال لك مؤازره غير من الاصدقاء ديالو. مجموعة من النقاط سارشا فيكم بغاوش يتعاونوا معايا فيها. من اي ناحيه؟ كيفاش ديال ديت درجه انا عارف بوليسي وضربت مع بوليسي قال لي سير الرونديفو. واش انا بالله عليك انت كصحافي نسولك المراكز الصحيه معاش كيساليو ماكسيم الربعة العشيه؟ اه مشيت انا مع الوحده قال لي ما عندناش النمره. اه ما عندهاش غير سيرتيفيكا باش ناخذ سيرتيفيكا، قالك ما عندناش النمره ما كاينش. كيفاش ما عندوش نمره؟ خاصني النمره سير حتى الغدا عاد يعطوك نمره. اه عاد يعطوني نمره باش ناخذ وهذيك النمره عاد تشد الرونديفو. عاد نشد الرونديفو وانا كنموت ودابا محتاج عندك سيرتيفيكا محتاج. اه
ويكون خير جواهر ان شاء الله. يكون خير يكون خير. إذن مشاهدينا الكرام الى هنا نهاية البث المباشر مدينة الدار البيضاء، حين نلقى بكم بث اخر مع مزيد من التطور بخصوص قضية جواهر والاعتداء عليه من طرف عصابة وزيد من 30 واحد قاموا بالضرب والجرح، يعني عدد من الافراد كانوا في المرافقة ديالو، وكذلك السرقة. سرقوا لكم الامتعة ديالكم ياك، حتى الهواتف النقالة. الى حين استكمال البحث في هذا الموضوع او تطورات جديدة سنخبركم في بث اخر.